أهلا بكم من جديد مشاهدينا. تبنى التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية عن مؤسسة نبيل الكاتبة الخيرية الطالبة بسمة شوقي بمحافظة البحيرة الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الفني الصناعي بمجموع 99%. وأعلن المركز الإعلامي للتحالف أنه تم إهداؤها منحة دراسية كاملة تغطي كافة المصروفات خلال فترة دراستها الجامعية وحتى استكمال الدراسات العليا وصولا لدرجة الدكتوراه. وأوضح أن رعاية الطالبة تأتي في إطار استراتيجية التحالف الوطني للنهوض بمنظومة التعليم وتشجيع الطلاب على التفوق والابتكار.